اول فيديو. الحمد لله الحمد لله. ايه بقى الميزه اللي مخلياه مكمل او انت مكمله؟ بيحبني جدا، بيخاف عليا جدا. كلي، خلي بالك، اوعي الشارع، خلي بالك الكرسي فيه مش عارفه ايه تحت، امسكي الطبق هيقع منك، هيقع على رجلك، الحقي الشوربه سخنه على طول. تحبي تتدلعي؟ مش بحب اتدلع قد ما بحب احس كده ان في حد باصص عليا، بس عشان انا كلامز جدا وسريعه وعلى طول عايزه اعمل حاجات كتير، ففي عندي طول الوقت بجري، فما بجري بخاف اوقع حاجه ورايا، فببقى محتاجه حد يشيل لي اللي هيقع مني، لانه نو ماتر وات هيقع. عايش معاكي في امريكا؟ اه. فبالتالي ده برضو عنصر مهم، يعني عرفتيه من امريكا؟ اه اتعرفت عليه في امريكا واتجوزنا ونزلت مصر واتجوزنا وعشنا هنا. بس لما انا رجعت امريكا هو كان رافض وما كانش عايز يروح. فيعني هو يمكن قاعد دلوقتي معايا بقاله 8 شهور مثلا، قبل كده اون اون اوف، لانه اولا هو ملوش في الشغله دي خالص. وانا مسحومه فمينلي هو عايش هنا وانت عايشه هناك ولا ايه؟ اه يعني تقدري تقولي مثلا بيروح ويرجع، بيروح ويرجع، بيروح. وده يخلي الجوازه احسن ولا الاحسن ان انتوا تبقوا عايشين سوا؟ ما بفكرش في نجاح الجواز قد ما بفكر في نجاح حياتي. حياتي هتنجح يبقى اي حاجه جنبها هتنجح. انا حياتي فشلت هفشل اي حاجه جنبي. الكلام ده من سنتين بس، واضح انه الدنيا كانت حلوه وبيدلعك وانت كنتي مقدراه. كنت بتمثلي ولا دي كانت الحقيقة؟ كذابة. كنت بتكذبي جدا. ممكن أعرف إيه اللي اضطرك إنك أنت تكذبي وتكوني كذابة؟ عشان أنا عايزة طول الوقت أطلع بصورة معينة، ومش هسمح لأي حاجة إنها تشوه الصورة دي. فكنت بقول اللي بيرضي المجتمع ويرضي الناس ويرضي الشكل الخارجي. ده في مبالغه يعني، كنت مبالغه كذابه. انا عشان كنت كذابه. خلينا نتفق على حاجه في اول الحلقه كده، انا بعتبر نفسي ست قويه جدا. ده المعروف عنك على فكره، بس مش دي الشخصيه اللي قاعده قدامي النهارده. ليه؟ بالعكس خالص. اللي بتكذب عشان تخبي حقيقتها ما تبقاش قوية. لا أنا ما بحبش. القوية هي اللي بتواجه الحقيقة. لا ما بحبش الحياة الخاصة والتفاصيل اللي ممكن تكون مزعجة للمجتمع إنها تبان. يعني كمثال، أنا هنا في مصر من شهر 10، أول شهر 10 محدش حس بوجودي. بالعكس كان في كلام في شغل ومسلسل داخليه وتحضير وبروفات وبعزم زمايلي وزمايلي بيعزموني، لكن عمر ما حد فيهم عارف انا بمر بايه. مش بنفذ خطط، بنفذ رغبتي.